مشاهدينا يا هلا ومرحبا بكم، جولة صباحية متنوعة كالعادة عبر برنامجكم استوديو ظفرة، ونبدأها بالعناوين. جفاف العين، ما هي الأسباب وكيف نتعامل مع المشكلة؟ الطرق الصحيحة لتعقيم الملابس والقضاء على الفيروسات والجراثيم. مزرعة لتربية المواشي والاهتمام بالحياة الطبيعية في فقرة هذا الصباح. جفاف العيون من الحالات شائعة الحدوث اللي غالباً ما تكون مزمنة، وممكن تتفاقم هذه المشكلة إذا ما عالجناها في وقت مبكر، فتسبب حدوث اضطرابات بالعين أو حتى تشويش النظر. فشو هي علامات اللي تشير للإصابة بجفاف العيون وكيف يتم علاجها؟ والحديث أكثر عن هذا الموضوع يسرني أن أرحب بالدكتور علي فضل الله، بروفيسور أخصائي جراحة العيون، وحياك الله ويانا دكتور علي. السلام عليكم ابتهال، كيف حالك؟ بخير الحمد لله، شو أخبارك؟ الحمد لله، شكرا للاستضافة. ونحن سعيدين بتواجدك ويانا، واليوم مثل ما قلنا بنتحدث عن مرض جفاف العيون. شو هذا المرض؟ نعرف الجمهور. هلا تعرفي لجفاف دمعة العين هي ضمور في الدمعة الموجودة على العين. خلينا نعرف أول شيء شو الدمعة. الدمعة هي عبارة عن طبقة موجودة على سطح العين مكونة من مياه، من مادة مخاطية، وكمان في عنا نوع من مادة من إلا ليبيد أو نوع من الفات على سطح العين. هيدي المادة هي بتحفظ سطح العين وبتخلي شعور سطح العين يكون مريح للمريض، وبتخلي حتى النظر يكون جيد، منكون مرتاحين بنظر جيد وبنفس الوقت بشعور جيد على العين. نعم، أوكي، جميل جدا. ولكن هنالك مرض جفاف العيون وهنالك المتلازمة، هل في فرق في التعريف؟ ما في فرق بتعريف الجفاف دمعة العين. هو جفاف دمعة العين هو مرض يصيب حوالي 20 ل 25% من سكان العالم. في الإمارات أو في دول الخليج موجود هذا المرض بشكل أكبر بنسبة 40 ل 50%. شو السبب؟ السبب هو أول شيء الطقس الموجود عندنا وتغيرات الحرارة اللي بتصير خلال النهار، هي بتخلي أنه العين تجف بشكل أكبر والناس تحس أكثر بجفاف دمعة العين. بالنسبة للتعريف مثل ما قلت المتلازمة أو هو جفاف، هي نفس التعريف لجفاف دمعة العين. هلأ في طبعا أشخاص بيكون عندهم جفاف لفترة زمنية محددة منقله جفاف دمعة العين، وفي ناس بيكون عندهم جفاف مزمن منقله متلازمة جفاف دمعة العين، اللي هي بتصير مرض علينا علاجه بشكل أطول وبعلاجات مختلفة. طبعا متى يتحول إلى مرض؟ بيتحول إلى مرض حينما المريض بشكل دائم بيراجع طبيبه أول مرة وثاني مرة لفترة أكثر من 3 شهور، وبالرغم من العلاجات بالقطرات أو بالمراهم على سطح العين، هذا الجفاف ما بيختفي عن سطح العين، منسميه مرض جفاف دمعة العين، وبيكون له طبعا علاجات رح نتكلم فيها، علاجات متقدمة أكثر. أكيد. نعرف أكثر الأسباب، كيف ممكن أن الواحد يكون عنده مرض؟ هل هي وراثية؟ هل عوامل؟ صحيح خلينا أول شيء نعطي شو عوارض جفاف دمعة العين ورح نعطي الأسباب. العوارض هو مريض بيجي لعنا على العيادة بيكون أول شيء عنده شعور بالألم على العين. هذا من أكثر العوارض من بنشوفها عند البيشنت، اللي هو ألم على العين. ثاني شيء هو الإحمرار، إحمرار مزمن. يكون المريض أنه دائما بيرجع عند الطبيب بيقول له شكل العين عندي مزعج، خاصة اللي بيقدموا برامج تلفزيونية بينزعجوا من هذا الموضوع، بنشوف عندهم أنه في عندهم كمان جفاف زايد. ثالث عارض من العوارض هو ضبابية الرؤية. بعض الأشخاص بيجوا عند الطبيب بسبب ضبابية الرؤية، وبيتفاجأوا وقت الطبيب يقول لهم هذا جفاف دمعة العين. ليه الضبابية ليه الجفاف بيعطي ضبابية؟ لأنه مثل ما قلنا أول شيء هي في طبقة على العين، إذا هيدي الطبقة غير متساوية بيكون في ضبابية بالرؤية. هيدي بالنسبة للعوارض. رح أرجع لسؤالك اللي هو الأسباب.
قبل أن نتحدث عن طبعا الأسباب، عندي سؤال دكتور علي. أعاني من هذه المشكلة، أعاني من متلازمة العين الجافة، ولكن ما لاحظت أي عوارض. يعني كان تشيك أب عادي وراجع الطبيب العين وخبرني أن عندك متلازمة العين الجافة، ما انتبهت لا كان في احمرار أو أي نوع من الانزعاج. فكيف ممكن يكون في عوارض ثانية، أو الشخص ينتبه على أشياء معينة تخليه يتأكد أنه يجب مراجعة الطبيب في هذه الحالة؟ هذا الكلام كلام دقيق جدا. في بعض الأشخاص بيكون عندهم جفاف دمعة العين، إنما الشعور عندهم بالجفاف قليل جدا، خاصة اللي بيلبسوا العدسات ما بيكونوا بيشعروا بهذا الموضوع. بما أنه ما في سبب لأنه نشعر، وهذا موجود عند 5-10% من البوبوليشن، من هون دور انه كل سنه او سنتين نراجع الطبيب، على الاقل يكون في تشيك اب مثل الضغط. الضغط الاشخاص ما بيحسوا بانه موجود، انما له عوارض جانبيه مثل امراض القلب. اذا بنرجع للعين كمان، الجفاف مثل حضرتك قلتي لي ما بيشعر فيه، انما عوارضه بعدين ممكن التهاب العين. من هون الدور انه الشخص من دون ما يكون عنده عوارض لازم كل سنه للسنتين مراجعه طبيب العيون ليعمل تشيك اب عادي. بحال اكتشفنا الجفاف نعمل علاج للجفاف طبعا، وهو من هون الدور انه التشيك اب اساسي وضروري. حلو، إذا الحين نتحدث عن الأسباب، شو أكثر الأسباب شيوعا تسبب المرض؟ الأسباب متعددة. إذا بدنا نحن ناخذ السبب الرئيسي للجفاف دمعة العين حاليا بسنة 2020، الاستعمال المتكرر للأجهزة. هذا بناخذ الفاكتور نمبر 1، يعني السبب الرئيسي، إن كان الهاتف، إن كان الكمبيوتر، إن كان حتى أجهزة التلفاز، هي بتعمل تركيز زائد، وهذا التركيز بيخلي هذه الدمعة تتبخر عن سطح العين ويصير في جفاف زائد. هذا السبب الأول الرئيسي اللي نحن بنشوفه حاليا عندنا بالعيادات. في أسباب أخرى طبعا، سبب مثل عدسات، لبس العدسات المزمن بيعمل جفاف دمعة العين. السبب الثالث هو التقدم في العمر، خاصة عند النساء أكثر من عند الرجال، مع تغير الهرمونات موجودة بتخلي يصير في جفاف أكثر. السبب الرابع قلنا اللي هو الطقس الحار أو الـ UV light اللي بتكون موجودة، خاصة نحن كسكان الخليج العربي بيصير في عنا نحن أكثر جفاف على دمعة العين. إذن الحرارة ممكن تؤدي الطقس الحار وليس طقس البارد. في الطقس الحار ممكن يأثر، وحتى في بعض الأحيان الطقس البارد إذا كان في جفاف قوي بالطقس الموجود، لأنه جفاف قوي بالطقس الموجود بيخلي الدمعة تتبخر عن سطح العين، وبنفس الوقت يصير في كمان جفاف على دمعة العين. يعني مثل ما قلت لك، وقت مراجعة الطبيب دكتور علي خبرني أن السبب أيضا ممكن يكون هو المكيف، أن المكيف صحيح يقلل من رطوبة الغرفة صحيح، وبالتالي يكون في جفاف عالي يسبب هذا الشيء. هذا الكلام دقيق جدا. من هون نطلب دائما من الناس وقت يكونوا بالسيارة ما يوجهوا المكيف على وجههم. نعم. ليه نتركه على الطرف؟ لأنه ما يكون في جفاف على دمعة، لأنه هذا المكيف هو نوع من الهواء اللي بيجي على العين وبيخلي يصير فيه تبخر في الدمعة على سطح العين. وهذا كلام دقيق جدا صحيح كلام. نعم، مثل ما قلت دكتور علي أن في الغالب يكون العلاج هو قطرات للعين، ولكن في بعض الأحيان لا تجدي نفعا صحيح، فماذا نفعل في صحيح هذه الحالة؟ هلأ نحن دائما نبدأ بالعلاج بالقطرات. حتى بالقطرات هناك في عدة أنواع من القطرات، دائما البيشنت يفكر أنه في نوع واحد اللي هو المرطب، غير صحيح. نبدأ دائما بالمرطب على العين. إذا المرطب ما أعطى فاعلية جيدة، هناك مضادات للجفاف متنوعة، وهذا المضاد للجفاف ما بيشتغل فقط على ترطيب العين، يعني على العارض، إنما بيشتغل على السبب. يعني أنا ما بس عم عالج العارض عند البيشنت، لا، عم روح على السبب وبعالج السبب، اللي هو نوع من الالتهاب بالغدد الدهنية الموجودة في العين اللي هي بتفرز الدمع. إذا أنا بعطي هذا النوع من العلاج المضاد للالتهاب، منخلي نحن السبب، من نكون عم نعالج السبب مش فقط عم نعالج النتيجة. من هون بيشنت بيقول لك انا رحت عن طبيبي اخذت علاج ما استفدت، بيكون ما اخذ القطره اللي هي قطره علاج السبب، مش قطره علاج النتيجه او اللي هي جفاف دمعه العين. اذا تشخيص السبب جدا مهم في العلاج طبعا. طبعا طبعا هذا اساسي. كيف يتم تشخيص الحاله؟ هذا من هون بيجي دور الطبيب العيون المتخصص، اللي من خلال فحص على العين نحن بنعمله بنقدر نحدد هل هي المشكله المادة الدهنية على العين، أو هي المشكلة بالمادة السائل اللي على الدمعة. إذا كان المشكل بالسائل الدمعة ما عم بيصير فيه الإفراز بالشكل العادي الطبيعي، اللي هي المرطب العادي بيكون كافي. إذا كان المشكل بالنوع الدهني من الدمعة، هناك علاجات مختلفة اللي هي مضادات التهاب للعين، بتخلي هيدي المادة الدهنية ترتفع على سطح العين وبيكون في إفراز أكبر كمان على دمعة العين. هذا أول نوع من العلاجات. لا، بنجي على باقي أنواع العلاجات للدمع. نعم، نتحدث عن باقي الأنواع باختصار. باقي الأنواع بالاختصار، لكن بدأنا بالقطرات. نعم. من بعد القطرات هناك سدادات مجرى الدمع. في نحن على العين في مكان الدمع يتسرب إلى الأنف. نعم. فينا نحن نستعمل سدادة لمجرى الدمع،
نضاعها، بتخلي بهذه الطريقة الدمعة على سطح العين وما تختفي من العين. هذا واحد من العلاجات. نوع ثالث من العلاجات اللي هو نحن حاليا بنقوله الاي بي ال، ممكن نحن سامعين الاي بي ال مع اطباء الجلد، في اي بي ال كمان نستعمله للجفون. هذا الاي بي ال بيخلي درجه الحراره على الجفون اعلى، وبتخلي الجفن بعدين يتحفز انه يفرز دمعه بالشكل الاكبر. نعم. هذا ثالث نوع من العلاجات. هلا طبعا في نوع انواع جراحيه لعلاجات الجفاف دمعه العين في الحالات المزمنه، في الحالات المزمنه اللي هو التسكير بالشكل الكامل لمجرى الدمع. بنروح وبنسكر بشكل جراحي مجرى الدمع لتضل الدمعة بشكل دائم بسطح العين وما ياخذها الجسم او انه تختفي عن سطح العين. لاحظت دكتور علي انه في فئة معينة مثلا يعانون من هذه المشكلة اكثر من غيرهم؟ صحيح. مثلا الاشخاص اللي يسوون ليزر. صح، نحن ما تكلمنا بالاسباب عن الليزك. نعم. ليزك من الاسباب كمان الرئيسية حاليا، لانه كثير اشخاص عم يتوجهوا يعملوا ليزك تصحيح النظر. الجفاف منه شيء مزعج جدا بالليزك، انما علاجه بيكون بقطرات الترطيب، وبيكون النتيجه عاده جيده، وما بيكون علاج مزمن لاكثر من 6 شهور، اول 6 شهور فقط. وما يخافوا اشخاص اللي بدهم يعملوا الليزك، هذا جفاف قليل جدا الناس اللي بحسوه، اذا شعروا فيه عندنا علاجات له طبعا. نعم، شكرا جزيلا على هذه النصائح. مثل ما تعلمنا اليوم دكتور علي، دائما العلاج المبكر هو الافضل لتجنب كل هذه الاضرار. شكرا جزيلا. شكرا للاستضافه. ونحن مستمرين معكم مشاهدينا، ولكن بعد الفاصل. الطرق الصحيحة لتعقيم الملابس والقضاء على الفيروسات والجراثيم. مزرعة لتربية المواشي والاهتمام بالحياة الطبيعية في فقرة هذا الصباح. مشاهدينا، في هذه الفترة تحديدا ولإعاقة الكورونا لبعض نشاطاتنا، الوقت جدا مناسب ثبت نرتب ملابسنا ونعمل ونسوي أهم شيء ضمان قدر كافي من التعقيم والنظافة. واليوم بنقدم لكم مجموعة من النصائح اللي جدا مهمة فيما يخص هذا الموضوع مع خبيرة الموضة والأزياء هبة حوراني. حياك الله ويانا هبة. تسلمي. اليوم بنتحدث مثل ما قلنا عن تعقيم الملابس وتنظيفها وإزالة الجراثيم والفيروسات بشكل دقيق. أكيد. أنا بداية بخبرك عن روتيني. أوكي. أول ما أدش البيت أشيل الملابس أحطها في الغسالة، أحط ديتول، بعدين أحطها تحت الشمس 6-8 ساعات. أنا أكيد. أسوي الأشياء صحيحة ولا المفروض أسوي أشياء أكثر؟ في شيء غلط؟ طبعا مثل ما كلنا بنعرف الفيروسات والجراثيم لها بيئه معينه لحتى تتكاثر وتنمو. صحيح. واللي هي غالبا بتكون الاماكن الرطبه والمظلمه اللي بتكون هي الخزائن واحواض الغسالات. بالضبط. تمام. هلا اذا كان هو روتين اليومي انه نحن نحط كل ثيابنا بالغسيل، فهذا بيعتمد على الملابس اللي نحن عم نلبسها. يعني اذا كنا نحن بنستخدم القطعه يوميا ملابس العمل، ممكن انه هي تنغسل كل يوم، ولكن اذا نحن عندنا مناسبه معينه فليس بالضروره ان نحن نغسل هي الملابس. يعتمد على القطعه نفسها بحد ذاتها والزمن اللي بتكون فيه على احتكاك مع الجلد. نعم. يعني الملابس الداخليه حصرا لازم تنغسل على كل لبسه، الفانيلات والاشياء اللي بتلبس مثل التيشيرت القمصان والاشياء البناطيل كمان بتنغسل ممكن 2-3 مرات، الجواكيت الشتويه والبليزرز والسوتس كمان بتتحمل معنا 3-4 مرات. يعني مو بالضروره اي شيء بنلبسه كل يوم ينغسل. ولكن هبه، يعني مثلا احنا يوم نطلع البر نختلط في اماكن فيها فيروسات، وخصوصا مثل ما قلنا كورونا، يجب ان نحافظ على التعقيم الكامل. طبعا هلا في عندنا اكسبشن. شو الاكسبشن؟ هلا طبعا احنا بحاله استثنائيه بانتشار. نعم. الفيروس كورونا. خلينا ناخذ الجانب الايجابي من هذا الموضوع ونوعي المشاهدين على كيفيه التعقيم بطريقه كثير سهله. انا دائما بنصح وبفضل انه دائما نستخدم الاشياء الموجودة بالبيت للتعقيم أكثر مما أنا أروح للأشياء الكيميائية. أي شيء قريب للأرض أو أي شيء قريب للإنسان هو بيكون فائدته أكبر وضرره أقل. شو هاي يعني المواد العضوية ممكن نستخدمها؟ ممكن نستخدم طبعا، خلينا نبلش بأحواض الغسالات. نعم. طريقة تعقيمها كتير جدا جدا سهلة، مطلوبة من أسبوعين لشهر مرة حسب طبعا استخدامها. اذا كان في عيله بالبيت بنستخدمها على طول، فممكن كل اسبوع نعمل تعقيم عن طريق نحط عصير ليمون فريش
بفنجان صغير، ممكن نضيف له حمض الخل او خل التفاح او الخل الابيض. وبسبب رائحه الخل ممكن نضيف معطر الملابس بنسبه صغيره، ونعمل رنس للغساله لمده 15 دقيقه، بالاضافه انه نحن نمسح باب الغساله والاطار الجلد الموجود برا كمان بالخل. حلو هبه، لان الكثير من الاشخاص يحسبون ان مثلا هذه الغساله اصلا فيها مي وصابون بشكل دائم، ما يحسبون انه ممكن تتكاثر البكتيريا. أكيد. في حوض طبعا الغسالة. طبعا نعم. وفي عاده جدا سيئه كثير، في اشخاص ما بينتبهوا لا انه بس تخلص وجبه الغسيل بيتركوا الغسيل فيها ممكن 3 لـ4 ساعات، ولكن ماكسيموم نص ساعه لازم الغسيل يعرض لاشعه الشمس وينشال من قلب هي المكان المظلم. نعم. والرطب بنفس الوقت. نعم، لأن تتكاثر البكتيريا مجددا. أكيد. فيجب إعادة الغسيل من أول وجديد ومن تماماً. ثم وضعه وبالتالي بيأثر على نوعية القماش، ممكن يتري بسرعة. ولهيك في كتير أشخاص كمان عندهم عادة غلط أن يحطوا كلوركس أو الديتول بقلب درج الغسالة، ولكن هذا جدا خاطئ لأنه ممكن يضر بالأنسجة وحتى بيضر بالمجاري اللي هي موصولة مع بين الغسالة والتمديدات. هاي مشكلة، دوما استخدم ديتول. صحيح، وهي عادة بس نحن ما يعني في أشخاص كثير ما بيعرفوا هذا الموضوع. نعم، بالنسبة للتعقيم مثلا أنت قلتي في قطع معينة ما ينفع أن نحن دوم نغسلها بسبب الفابريك أو النسيج يكون مثلا حساس. في هذه الحالة هل يكفي وضعها تحت أشعة الشمس لساعات طويلة؟ ممكن طبعا، اكيد اشعه الشمس هي يعني شيء رباني، وفعلا درجه الحراره العاليه خاصه بدول الخليج بتساعد كثير على التعقيم. حلو. ممكن نعرضها من 2 لـ6 ساعات. كمان الكوي بيساعد كثير على التعقيم بدرجات حراره عاليه. الفيروسات طبعا بدرجات معينه بعد 30 لـ40 درجة بتموت. نعم. واكيد المكاوي درجات حراره عاليه 180 وفوق. بالنسبة كمان للخزائن، تعقيم الخزائن فينا نحن خلال هالفترة نفضي الخزائن كلياتها. كمان ممكن نمسح الخزانة بالخل، ممكن نمسحها بديتول لأنه هي أسطح صلبة. بعد ما نرجع الملابس ممكن نحن نبخر الخزانة بنبتة الروزماري أو هي الإكليل الجبل. ممكن نستعمل الأوراق الفريش نحرقها بالفحم ونبخر فيها الخزانة، كمان هي ديسنفكتنت. وممكن كمان نستخدم الاسنشال اويل اللي هو الزيت المركز من اكليل الجبل بمعطرات البيوت ونعطر فيها الخزائن. حلو، فكره جميله جدا. جدا وسهله. نعم، ونعرف ايضا يعني هبه في بعض الاشخاص اللي عندهم مثلا خزانه او جزء معين من الخزانه للملابس الشتويه. اكيد. ويغسلونها وكل شيء ويحطونها في الخزانه ويخلونها لفترات طويله. هل طبعاً. يجب ان بشكل دوري نغسلها او على الاقل نعرضها لاشعه الشمس او كافي تغسيلها؟ عاده العاده الصحيحه هو تخزين الملابس تكون نظيفه اصلا طبعاً. ومعقمه، ولكن هذا لا يمنع اذا عندنا وقت خلال كل 6 شهور انه نحن ممكن نطلع بس الثياب نعرضها للهواء، او نفتح الخزائن نعرضها للهواء ونبخرها، وهذا الشيء كافي جدا بالنسبه للتعقيم. اوكي، بمناسبه الحديث عن الكي، قلتي انه يساعد جدا على قتل البكتيريا والفيروسات. انزين، نكوي عقب الغسيل ولا مثلا عند استخدام القطعه نكويها؟ هذه بترجع لعاده الشخص والوقت الكافي. يعني اذا هي تعرضت يعني يفضل انه نحن لما بدنا نلبس القطع نقوم بكويها ولبسها مباشره، لانه ممكن كمان اذا كانت الخزانه غير معقمه وكويناها ممكن كمان ترجع القطعه ياثر عليها اي شيء من الوسط المحيط. نعم. فيفضل انه خلال اللبس نحن نلبس نكوي القطعه ونلبسها دايركت. اوكي، جميل. هذا افضل. هبه، ننتقل لطريقه الترتيب. عقمنا الملابس والملابس نظيفه ومتهويه ومعرضه للشمس، كيف نرتب الملابس بطريقه صحيحه تناسب النسيج؟ هلا كمان برجع بقول كل شخص حسب اللايف ستايل تبعه. يعني في اشخاص بيشتغلوا يوميا، فانا بفضل دائما القطع اللي بتكون الاكثر استخداما تكون موجوده بالمقدمه، الاشياء اللي بتلبس للمناسبات الاستثنائيه والاعراس والحفلات تكون بالخلف. او مثلا ممكن في اشخاص بيرتبوا حسب الاطوال، في اشخاص بيرتبوا حسب القطع، مثلا حسب الالوان. حسب الالوان، ولكن هذه الطريقه بتكون صعبه للاشخاص اللي بيلبسوا كل الالوان. في ناس عندهم الوان محدده ممكن. صحيح. يكون اسهل، وهذا الشيء بيكون للشباب اكثر من البنات، مع انه نحن عندنا اوبشنز كثير وكل الالوان، فبيكون جدا صعب هذا الموضوع. فانا بفضل انه حسب
نوع القطعة، بناطيل، جواكيت، بناطيل، تيشيرتات، جواكيت، بالأخير يكون فيه فساتين أو الأشياء الطويلة حتى ما تعيق الحركة اليومية. كلها نعلقها ولا مثلا ممكن السراويل مثلا نحطها على جنب نطويها بطريقة معينة؟ يفضل السراويل تكون معلقة، لأنه إذا انطوت ممكن تعطي أكثر من كسرة، وهيك بهي الحالة نحن حنضطر أن نرجع نكويها مرة ثانية وياخذ منها حتى وقت الجينز أسرع. الجينزات لا طبعا تختلف، الجينزات عادي أن هي تكون مطوية ومرتبة على رفوف أو بدروج مخصصة لها. نعم، هل هنالك طريقة يعني طريقة معينة يجب تجنبها في ترتيب الملابس؟ برجع بقول حسب اللايف ستايل الشخص بحد ذاته، يعني أنا إذا كنت شخص بستهلك التيشيرتات القطنية بشكل يومي بحطها بالمقدمة، إذا أنا شخص عندي مقابلات رسمية ودائما عندي لنفرض استقبالات وبقابل أشخاص بشكل رسمي بيكون استخدامي لهي القطع بيكون بالمقدمة حسب استهلاكي اليومي أو حسب اللايف ستايل تبعي. وطبعا هلا صار في عندنا كثير خيارات واوبشنات لترتيب الخزائن، في اشياء خاصه بترتيب التيشيرتات، اللفحات، اي شيء، هي القطعه الصغيره اللي بتعطينا عجقه هيك بالخزن صار في لها كثير اوبشنات وتزيد من سعه الخزانه وترتبها بشكل جميل جداً ومنظم. جدا نتحدث عن الاحذيه ونعود لموضوع الفيروسات أكيد. والجراثيم، يقولون أن من أكثر الأشياء اللي تحمل جراثيم من البيئة الخارجية للمنزل هي الأحذية أكيد. فأول ما واحد يدش البيت نلاحظ أنه في أشخاص لا يعني يدشون إلى داخل المنزل طبعاً. مثلا ما عندهم خزانة بجانب الباب طبعاً. وبالتالي دش هذه الفيروسات وهذه البكتيريا والجراثيم صحيح. في هذه الحالة شو نسوي؟ هل نعقم الحذاء قبل وضعه في الخزانة أكيد. هل نضعه في شو أكيد. شو نسوي؟ نرجع لأيام جداتنا، أيام زمان كان ممنوع ندخل بالحذاء لداخل البيت صحيح. طبعا أول ما بيدخل الشخص لازم يتم خلع الحذاء، مسحه من الأسفل، طبعا هون بنرجع بنقول فينا نستخدم المواد الكيميائية بنمسحه وبنعقمه وبنرجع بنحطه بقلب الخزانة الخاصة بالأحذية. ونرجع كمان لموضوع أنه ممكن في أشخاص يكون عندهم سجادات دائما بالبيت صيفا وشتاء صحيح. يفضل أنه يعرضوا السجاد للشمس، أشعة الشمس الطبيعية كل يومين. كل يومين؟ كل يومين، إذا كان عندهم عادة أنه دائماً أشخاص بيفوتوا لعندهم ما بيخلعوا الأحذية. نعم. فحابين يتبعوا نظام جديد بيعقموا هاي السجادات وبيبلشوا بالنظام الجديد هو أنه ممنوع الدخول بالحذاء. شكراً جزيلاً هبة على هذه النصائح، شرفتينا اليوم شكراً. كالعادة. شكراً لك. ومستمرين مع مشاهدينا ولكن بعد الفاصل. مزرعة لتربية المواشي والاهتمام بالحياة الطبيعية في فقرة هذا الصباح. الزراعة وتربية المواشي من مفردات الحياة والتراث في دولتنا، والأكيد أن الكثير من الأشخاص وليومنا هذا يهتمون بالمزارع وتربية الحيوانات لتأثيراتها النفسية الإيجابية على حياتهم. المزيد في فقرة هذا الصباح. نحن نتكلم في دولة الإمارات، كان الناس يا يعني أنهم يكونون أصحاب حلال إبل وبنقول غنم وكذا ويعد، ولا بيكونون طبعا أحيانا يعني اهتمامهم بالزراعة ويكسبهم وراء الزراعة ويستفيدون وراء الزراعة. نحن هني مثلا أنا أتكلم عن أهلي، كانوا أهل زراعة يزرعون، كانوا البطيخ البلدي مال البلاد، كل المنتجات اللي كانت تصير رويد وتصير طبعاً هاك اليوم طماط يصير وأشياء وايد. الأرض الحمد لله في خلينا نتكلم في دبا خصبة والماي حلو. فكانوا يزرعون كل أنواع الزراعة، طبعاً على رأس النخيل اللي هي كانت معيشتنا، النخل اللي هي كنا يعني كل شيء منها.
النخلة بالنسبة لنا كل شيء، وأهلنا عاشوا على الزراعة وأنواع الزراعة كثيرة. المكان هذا ييه لأنه يغير نفسيتي بعد العناء والتعب، والواحد يكون سواء متضايق ومي هنا سبحان الله همومه وكل يعني هم بيروح، تعرف شير وطبيعة ويبل ومكان حلو، وكل واحد عنده مكان زين يروح على أساس يجدد نشاطه ويجدد حيويته ويجدد أيضا خلنا بنقول يعني طاقته للعمل، الطاقة الإيجابية هذه لو مسوي الطاقة الإيجابية هذا المكان من حيوانات وشير وأصوات، اسمعوا أصوات العصافير. هذا هنا الديك الرومي، والديك الرومي دوم نذبح منه زين، يعني الحمه زين وفي نفس الوقت لذيذ وبسيط تربيته، فمثل ما شايفين انتم زين معظم هنا ذكور على اساس الذبح اذا يعني حد ولا شيء كذي، طبعا نذبح للذبايح، لكن بعد اذا حد ضيف خفيف او يجيك مثلا دوم تذبح له من هالديك الرومي، لحمه زين ترى ولذيذ. غداءنا بيكون اليوم من العزبه، دياي هذا طيور وديك رومي، وبنتغدى اليوم بنسوي العيش بنسوي هنا عندنا مرة في هالمكان مثل ما تشوفون، مرة الطبخ يستوي هناك شيء وهنا شيء. هذا الحمام اللاحم، هذا طبعا للأكل، الأولاد أولاد الصغار أو لا يكون حجمه كبير ويشبع ونوعية لحمه طيب، فلذلك يعني مثل ما شايفين احجامه كبيره يعني زين حق الاكل. مشاهدينا الاعزاء وصلنا لنهايه حلقتنا، ولكن لقائنا اكيد بيتجدد معاكم باكر ان شاء الله، والى اللقاء.